اوكي نشوف حصنا اليوم يا طيب. هل راح نجيب هذا السكن ب60 جوهره فقط ولا شلون؟ الله اعلم، لازم نشوف. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، لا تنسى بدر لايك. ها اوكي يلا يلا قربت قربت قربت. نشوف نشوف صراحه. انا عارف، انا ما بعرف يعني ما اعرف شو بدي اقول، ما اعرف شو بدي اقول صراحه. يعني ما قلت تجي ولا لا. والله ما اعرف يا جماعه، شو رايكم انتم؟ تجي ولا ما تجيب واحد صندوق ب60 جوهره؟ اوكي يا بسم الله. ايوه عليكم. يلا واحد جوهره باللوز. اي اوكي، افتح ولا ما نفتح يا شباب؟ نفتح ولا نفتح؟ معقول ولا شلون؟ معقول والله ما اعرف. يلا بسم الله. ثواني، انا بعرف حظي زفت. ما راح تجي، وانتم كمان بتعرفوا انه ما راح تجي. تمام بسم الله. ايوه لم تزبط معنا هذه المره. جرب مره ثانيه. نجرب مره ثالثه. بيقولوا كثير انه الثالثه ثابته. دام برو. بيقولوا كمان يمكن تكون الرابعه ثابته. هون لا، بقول مرات ممكن كمان ممكن تكون الخمسة ثابتة. السادسة ممكن أو السابعة، ممكن الثامنة، ممكن التاسعة. بطاقة يا جدك، عطوني بطاقة. دايم برو. او ممكن العاشرة هالمرة معلم، العاشرة الاخيرة. بوم يا زلمة. والله انا شايف هسه السكين، مع انه صراحة السكين حلو صراحة، السكين هذا كتير عاجبني صراحة. دايم برو. يلا ولو يلا اوكي نشوف. ايوه لا 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 خلاص، ما راح يمشي الحال هيك، ما راح يمشي الحال ابدا 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 ابدا. اوكي راح نعمل هيك، نشتري 10 صناديق. اوه في عندي هون تخفيضات. لا شو هي ماكس يا ولد؟ شو ماكس؟ طول بالك، خلينا ناخذ تخفيض، لازمنا 3000، نجيب 3000 نشوف كم راح يكلفنا هذا السكين برايكم. ايوه 50، 50 بيعطينا التخفيض 3. اوكي بسم الله اوبن. اربعة بزبالة. ول يعني ليش ما بيعملونا معلم السكينات هذول مثل شو اسمه ال يعني بتوصل المحل محدد يعطونا. يلا ولو هالمرة هي 7 7 7 7. ول انا شايف شب هذا السكين راح لا انا ما اتوقع، شايف المعلم ما راح يطلع لي دائم ابدا. انا هذا اللي شايفه ما راح يطلع لي ابدا دائم. 400 شوف با. لا هيك كثير معلم، هيك الوضع، هيك كثير ابو شريك. انت شو يسعد دينك يا زلمه. ها يا سلام. بس بنعمل اوبن بلا هذا. خلاص ابو شريك، هدي ابو سيدك، هدي خلاص. اوكي نجرب حظنا معلم بسكين البنت، نشوف ممكن يطلع لنا سكين البنت كمان ولا شنو. السكين بنت معلم. الله سؤال، ثواني شوي. اوكي هذا هو السكين، والله حلو. ما حكيت الفاير باي سلام عليك. ثواني حاب اجرب شغله يا طيبين، اخص بدور شوف شغله. بس 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 يسحب منا هيك. واو والله السكين صار باللوز، السكين باللوز اقسم بالله. بس مع ذلك رح نلعبه بعدين بشكل كامل. اوكي يا سلام عليك. اوكي نجرب كمان مره، ممكن يطلع لنا سكين البنت. نجرب سكين البنت، يعني ما بيصير يعني نمشيك بدون سكين البنت يعني معلم. ما يمشي حالك هذا سكين بنت يا ابن. هو اللي طلع لي سكين مره ثانيه هذا. يوم طلع لي سكين هذا مره ثانيه يا شباب، مرتين طلع لي. اوكي ممكن يطلع لنا سكين البنت، نحط 20 صندوق. ايوه والله ما طلع، والله شكل سكين البنت ما راح يطلع لنا ابدا. اوكي وال يا جدك لم تزبط معنا. اوكي
خلي سكنت مت على جنب الان، اوكي خليه على جنب معلم، ما راح يطلعنا معلم، ما راح يطلعنا سكنت، انا هيك شايف معلم، حظ راح يكون بيض بيض، اوكي؟ يا بسم الله. انا تدخل وحده زي الوحيد معلم، احلى مود بحبه بفري فاير يا شباب، احلى مود واخف مود واسرع مود هيك معلم تستمتع فيه على الخفيف، بجدد دايما معلم، اوكي. معنا ضد معلم، معنا هيروس ضدنا معلم، هات نشوف صاحبنا معلم، وشكله متحمس هذا. وال شكله معلم هذا، شو وضعه؟ ما اشترى شيء ولا شلون داخل؟ الله ولا اشترى اوكي هي واحد هون معكم. معكم برو؟ هلو هذا هلا والهيد شوت، هذا هيد شوت معلم نارية اقسم بالله. ديم بلوز معكم. واه اي جابني والله معلم استورة، انه شكله فعلا المقلب النوب معلم شكله هذا صاحبنا بلوز. اوكي ناخذ اليو ام بي باللوس. لا شكله معلم لعيب، شاب لعيب، شكله لعيب، شاب لعيب معلم، لعيب يعمل حركات فهمت علي شلون، شكله عم يجرب زيت جديد الله اعلم. لا لا مبين معلم، مبين مبين صاحبنا معلم. استوره والله جاب عليك جيني. I'm sorry bro I'm sorry. يا مسكين. I'm sorry. كنز اسطوره. كنز اسطوره اقسم بالله. يعني بس هيك معلم بين يعني حركات فهمت علي شلون. يلا جيجي يلا بلوس روح معلم روح انطلق. انا ايمي بسبب بالنسر معلم. يلا راح نجرب نتورك. شو هذا؟ انترنت كونكشن. شو عم يصير عندي؟ اي انترنت كونكشن عندي. لا يا الله ايم برو لاج يا جدع على الحظ والله بعرف. يلا معلش معلم معلش ست. لا تشوفوا 16 ما 16 هيك يعني. وين هاي برو دورة. يلا كم خلنا ننطلق يا صديقي. انا لا نفعل الحركه معلم، هي الحركه بيعملوها الشباب هيك. ايوه والله حابب اقدروا. شو رايكم شباب؟ ام سوري شفنا معلم ما في شيء مو طبيعي عم يصير. ام سوري يا صاحبي. يا الله اتعب لي فكره. اوكي سوي نزل جد لهون اتعب لي فكره معلم. انا اعمل هيك وهيك معلم. ايوه عليك خز معلم خز ثواني. لا شكله فصل صاحبنا. انا كان عندي المشكله ولا عنده فصل معلم. يلا جيجي عليك جيجي جيجي جيجي. اوكي طيبين صراحه سكين هو صراحه احنا يعني هدف لما نلعب بالسكين كنا فهمت شو سكين حلو والله ماشي وشي استمتعنا فيه. شو رايكم شباب عملت تعديلات هيك على الشاشه والوان وما الوانها بالجيم؟ شو رايكم عجبتكم هاي؟ اكتبوا لنا تعليقات اذا عجبتكم. طبعا هذا شباب مقطعنا الثاني اليوم، ما تنسوا تضغطوا لايك شباب الله يسعد لي اياكم مشاركاتكم، وقريبا شباب راح نرجع فيها على البسوس. اوكي اكتبوا لنا بالتعليقات شباب شو افضل منصه تحبوا نرجع فيها على البسوس. بسوس بسوس اوكي. يومكم سعيد تشاو.